مرحبا بكم من جديد. أطلقت جمعية المستشفيات الأردنية نداء استغاثة إلى الحكومة الأردنية والمجلس الانتقالي الليبي للإسراع بسداد ديون علاج المرضى الليبيين والتي تخطت 80 مليون دينار لم يسدد منها سوى 25%. ولمعرفة المزيد من التفاصيل وواقع المستشفيات الأردنية ينضم إلينا في الاستوديو رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الدكتور نائل العدوان. مرحبا بك دكتور نائل. مرحبا. وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف معالي رئيس هيئة رعاية الجرحى الليبية السيد أشرف عمر بن إسماعيل. مساء الخير معالي الوزير. إذا نحاول أن نتصل به مرة أخرى. أوكي، نرجع لك دكتور نائل. تفضلي. ما هو وضع المستشفيات الأردنية وهل نحن فعلا على حافة الإفلاس؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال أود أن أورد تاريخ استقبال الأردن للمرضى الليبيين. نعم. خاصة منذ بداية الصراع على السلطة في ليبيا وبداية الثورة المباركة. كان لوقوف الأردن قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب المواطن الليبي. نعم. في ثورته المباركة ومنذ بداية النزاع الأثر الكبير في اختيار الإخوة الليبيين للأردن للاستطباب والعلاج، ونحن نشكرهم على هذه الثقة الغالية. نعم. أيضا كانت لمكارم جلالة الملك عبد الله الثاني مكارمه في أولا في استضافة عدة مئات من الجرحى الليبيين، وفي بداية الصراع في شهر شباط أو آذار من العام الماضي تم استقبال هؤلاء المرضى في مدينة الحسين الطبية، وأيضا تم استضافة بعض المرضى أيضا ومجانا في بعض المستشفيات الخاصة، أيضا الأثر الكبير في ذلك. إرسال الأردن وبتوجيهات من سيدنا المستشفى الميداني إلى طرابلس أيضا أعطى إلى بنغازي عفوا أعطى الثقة الكبيرة في الطبيب الأردني وفي الممرض الأردني وفي نظام الصحة. نعم. الأردنية. نعم. نعم، نحن بدأنا استقبال مرضى ولم نكن نتوقع أن يكون هذا العدد الكبير من المرضى الذي وصل إلى أكثر من 25,000 مريض. نعم. بدأنا استقبالهم كوننا نشعر أن هؤلاء أشقاء للأردنيين وضيوف على الأردن بدون منة أو أي أمر آخر. بدأنا بعلاجهم بدون أي ضمانات بدون توقيع أي عقود، لأن شعرنا أن هذا موقف البلد من بجانب دولة ليبيا الشقيقة وأنه هذا موقف أشقاء مع بعضهم. ونحن حتى كأطباء وممرضين ومستشفيات لم نطالب المجلس الانتقالي أو الحكومة الليبية في السابق بأي ضمانات أو بدفع أي مستحقات، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت الديون المتراكمة هي ديون عالية، ليست ديون على الحكومة الليبية فقط، إنما هي ديون على المستشفيات الأردنية التي يجب أن تدفع هذه الديون لشركات الأدوية وشركات المستلزمات الطبية. يعني هذا وغيرها. سبب النداء الآن هذا بعد سبب خمسة شهور. نعم، هذا سبب النداء العاجل الآن بعد خمس شهور، حيث أصبحت ديون هذه المستشفيات لشركات الأدوية والمستلزمات تقدر بالملايين. المبالغ الآن التي مطلوبة من المستشفيات الأردنية لعلاج هؤلاء الليبيين هي بحدود 80 مليون دينار. تم سداد 20 مليون بقيمة أو تقريبا 25% من هذه المبالغ، والآن بدأت الشركات وابتداء من 1/3 ابتداء من غدا بعدم توفير أي مستلزم طبي أو أي جهاز طبي أو حتى بعض شركات الأدوية إلا بالدفع نقدا. وبما أن هناك أزمة مالية عند كثير من المستشفيات لتوفير هذه المواد، فإننا أطلقنا هذه الصرخة الاستغاثة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولنستطيع الاستمرار في تقديم العلاج ليس للمريض الليبي والعربي فقط. نعم. وإنما أيضا للمريض الأردني. يعني دكتور اسمح لي، ما كان في البداية اتفاق على كيف طريقة الدفع رح تكون؟ لم يكن هناك أي اتفاقات، كانت هي شعور بالأخوة. نعم. وشعور مع الجرحى الليبيين والإخوة الليبيين في ثورتهم. لم نوقع عقودا أصلا على المعالجات إلا في شهر 11 في نوفمبر 2011 بدأنا بتوقيع. نعم. العقود معهم. نعم. دعنا الآن نأخذ الاتصال مرة أخرى مع معالي الدكتور أشرف بن إسماعيل. مرحبا بك معالي الوزير. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا فيك معالي الوزير. ما هي عنا اليوم كان في نداء استغاثة من جمعية المستشفيات الأردنية، ما هي ردة الفعل لديكم وما هي الإجراءات التي ستقومون بها في ليبيا لتلبية هذا النداء؟ أولا أحيي جلالة الملك وأحيي الشعب الأردني والحكومة الأردنية على المجهود العظيم اللي قامت به. إن شاء
الشيء اللي حيكون مكتوب يعني من ظهر في ليبيا ان ما قامت به الشعب الاردني الحكومه الاردنيه كان شيء عظيم يعني. واحنا انتم اخواننا، ما كنا نتوقع يعني اكثر من شيء، فهذا ليس غريب على الشعب الاردني وعلى جلاله الملك وعلى الحكومه. نعم. ثانيا نشكر جمعية المصحات المستشفيات الخاصة وكل من استقبل الجرحى والمرضى اللي جايين. بالنسبة لموضوع الديون يعني الموضوع إن شاء الله يعني أبسط والإحساس لنداء استغاثة من جمعية المستشفيات هو إجمالي الدين أو كما يطالبون به حوالي 80 مليون، تم دفع حوالي 30 مليون دولار. نعم. كانت في دفعة من أكثر من حوالي أربع أيام 2 مليون دينار أردني. نعم. نعم، نحن الآن بفضل يعني دفع دفعة في منتصف الأسبوع القادم حتكون حنتفق عليها مع المستشفيات الخاصة. حتكون مثلا بقدر معين وباقي الدفعة حتكون بعد مراجعة الفواتير والمطالبات المالية واي فاتورة تكون جاهزة للدفع احنا على استعداد لدفعها مباشرة بدون اي تأخير. نعم. اي فاتورة يكون فيها تعديل او فيها اخطاء او فيها اي اضافة او حذف حنوجهوها، واحنا يعني نطلب حق وزارة الصحة تكون طرف يعني في المراجعات بحيث ما نعم تظلم يعني. نعم. والحمد لله انت كيف ما تعرف في حظك الحمد لله الجمعيه الاغنيه والامور موجوده وما فيش اي خوف، بالعكس احنا ملتزمين بالكامل بدفع اي فاتوره تضطر جاهزه للدفع احنا على طول على الصحه بدون اي تاخير. نعم يعني ان شاء الله دكتور في دفعه قريبه. نعم. هل حددتم موعدها؟ قيمتها نعم وقيمتها دكتور؟ أنا آسف مش واضح عندي. نعم، هل قمتم بتحديد متى الموعد سيكون لتسديد هذه الدفعة وكم هي قيمتها؟ نعم حتكون في منتصف الأسبوع إن شاء الله. في منتصف الأسبوع القادم؟ نعم. الأسبوع القادم يعني على الأكثر يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله على الأكثر حد أقصى يعني. نعم دكتور كل الشكر لك ونحن يعني بنحب نوضح لك هاي النداء هو بس عشان تستطيع المستشفيات الأردنية أنها تستمر بتقديم الخدمات العلاجية ليس أكثر يعني. صحيح. نعم وكل الشكر لك معالي الوزير. المستشفيات الأردنية. نعم تفضل. أي نطمن المستشفيات الأردنية بأن أي دين حيتم دفعه بعد المراجعة على طول حيتم دفعه بدون أي تأخير وبدون أي تعطيل. إن شاء الله إن شاء الله. كل الشكر لك معالي الدكتور أشرف عمر بن إسماعيل رئيس هيئة رعاية الجرحى الليبيين، كل الشكر. ونعود لك دكتور نائل، إن شاء الله أن تكون هاي التطمينات يعني في واضح أنه إن شاء الله الجهات الليبية في نية أنهم يدفعوا خلال الأسبوع القادم، وهل ستقومون بالاتصال معهم مرة أخرى؟ ما ستفعلون؟ إن شاء الله. إحنا أعلننا اليوم في مؤتمر صحفي أننا مستمرون في تقديم الخدمة كالسابق لجميع المرضى الليبيين سواء كان في دفعات أو لم يكن، وهذا حسب توجيهات سيدنا التي أرسلها لنا ونقلها لنا معالي وزير الصحة الذي نعمل جميعا تحت مظلته بأن يعامل المرضى الليبيين معاملة المرضى الأردنيين من ناحية سرعة العلاج ونوعية العلاج وحتى التسعيرة. نعم. تسعيرة العلاج للمرضى الليبيين. طب ما هي النداء الذي أطلقتموه للحكومة الأردنية؟ ما شو بتطلب من الحكومة الأردنية؟ والله إحنا نداءنا للحكومة الأردنية أن تستجيب لصرخة النداء التي أطلقناها لإنقاذ القطاع الصحي الطبي الأردني خاصة القطاع الخاص بأن تتصل بالجهات الليبية المسؤولة لتسريع إرسال هذه المبالغ أو هذه المستحقات في أقرب فرصة ممكنة لنستكمل تقديم الخدمة كالسابق. إن شاء الله معناته إن شاء الله دكتور رسالتكم وصلت. في بتحب تضيف أي شيء بالآخر ولا خلص هيك؟ أنا بالعكس بشكركم على مبادرتكم وسماح لنا من هذا المنبر أنه نطلق الاستغاثة هذه، وإن شاء الله
انه يستمر تقديم العلاج للمرضى العرب والمرضى الليبيين كالسابق. واحنا كمان بنضل متابعين الموضوع، ان شاء الله الامور بتمشي كله تمام وبتسدد الديون وبتكون مستشفياتنا قادره على انها تقدم الخدمات دائما ان شاء الله. ان شاء الله. اذا دكتور نائل عدوان رئيس جمعيه المستشفيات الاردنيه، شكرا جزيلا لك. شكرا. وبهذا اعزائي نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم، والان انتم على موعد مع حلقه جديده من برنامج نبض البلد، وذلك بعد النشره الجويه من رؤيا والاقتصاد اليوم. يلقاكم غدا في تمام السابعه مساء، الى اللقاء. Thank you.